صاف منك أنا منصاف منك غيبتك هالقد تطول غيبتك هالقد تطول والناس لو تسألني عنك والناس لو تسألني عنك شرد أجاوبهم شقول شرد أجاوبهم شقول الله يهديك صبر يا عبد الرحمن الله يهديك ايش خلاص عشان بتفوزون ان شاء الله تفوزون ان شاء الله لو سالتكم لو سالتك يا بخيت قلت لك اختار لي صديق او واحد من العائله شخص واحد بعد العصر يدخل يسلم عليك في القريه اختار لي واحد سريع صديق ولا عائله بكيفك اي بس شخص واحد تحتاج تسلم عليه زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد حكايات لا تنتهي.